الأكل المغربي في رمضان بجد نكهته حاجة تانية، والنهاردة هعمل لكم لحمة بالقراصية وكل التوابل المغربية الجميلة، واللوز والسمسم هيطلع طبق روعة. بس هطبخ اللحمة بالطريقة المصري، طريقة الكباب حلة اللي بنحضرها في مصر، وهزود عليها كل البهارات المغربي. فأنا عارفة أصحابي المغاربة هيبقوا بيبصولي كده، إزاي هي مش معمولة في طاجين؟ بس ممكن تعملوها في الطاجين، في الفرن، أو حتى على النار، هتطلع حلوة في كل الأحوال. أنا بختار اللحمة بتاعتي دايماً تبقى يا كندوز، يا طبعاً لو في فيتيلو يبقى أحسن وأحسن، وبشيل منها كل الدهون عشان خاطر الدهون دي بتبقى تقريباً 30% من اللحمة، بتبقى كتير جداً بالذات لو بنستعمل لحمة ضاني مثلاً، فبحاول إن أنا أقلل الدهون في اللحمة. هقلب التتبيلة كلها كده على اللحمة واسيبها في التتبيلة ساعة أو ساعتين، وبعدين هحضر دلوقتي القراصية بقى اللي هتديها طعم كده sweet and sour. هحط مية سخنة وحط فيها القراصية وعود القرفة، وحسيبها كده تغلي وتطرى لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق، وحزود عليها العسل. أحلى حاجة في القراصية إنها بتدي طعم الحلو، ولكن سكرها نفسه قليل جداً، القراصية ما بترفعش السكر في الدم، وحقيقي من الفواكه المفيدة قوي إن احنا ناكلها في رمضان، لأننا بننسى أصلاً ناكل فاكهة في رمضان للأسف. دلوقتي هنسوي اللحمة بطريقة الكباب حلة العادية جداً. هحط معلقتين زيت بس، مش محتاجة أكتر من كده، ولا سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة. وكل ما احس انها هتبتدي تتحرق ازود لها نقطه ميه، وحمرها تاني على نار عاليه، وبعدين نقطه ميه مش كتير، لان عايزاها تاخد اللون البني اللي هيدي الصوص البني التقيل لكباب الحلة. بقعد احمر بقى كتير كتير اللحمه على نار عاليه لحد ما توصل للون اللي انا عايزاه، وبعد كده بقى اسيبها تستوي لحد ما تطرى خالص. وبحب ازود الجنزبيل والثوم يعني في نص الطبخه مش من الاول، عشان ما يفقدوش طعمهم والاروما بتاعتهم. اللحمة أخذت يمكن ساعتين على النار عشان تستوي، طبعاً حسب نوع اللحمة، ما تقلقوش يعني اعتبروه slow cooking، لو أخذ وقت ادوله وقته. هاجي قبل ما أخلص بعشر دقايق على اللحمة، هحط بقى القراصية بالعسل وحسيبها 10 دقايق تستوي مع القراصية. احكولي عن رأيكم بقى في لون اللحمة، بصوا اتحمرت ازاي على النار لما اتعملت فوق النار، وبقى لونها وشكلها جميل وريحتها تحفة. وهبتدي بقى أزوقها، ممكن أحط عليها شوية قراصية كده على الوش، وبعدين بقى رشة سمسم محمص، وهحط بقى في النهاية رشة لوز برضو محمص. يا جماعة الطبق ده على فكرة يعني صيدلية غذاء، عندنا الأعشاب البهارات اللي عليه الجنزبيل والقرفة دول مضاد أي حاجة، يعني حطوا مضاد ووراها أي كلمة هي شغالة فيها، أكسدة بقى، التهاب، سكر، كوليسترول. اللوز والسمسم عندنا الدهون الصحية جداً اللي هناخدها منهم، والقراصية بتدينا الفاكهة والألياف والفيتامينات كلها. واو، احكولي بقى عن الشكل قبل ما تحكولي عن الطعم، والطعم بقى هقول لكم فيه sweet and sour كده، الحلو مع المزز بتاع القراصية مع الكرانشينس والناتينس بتاع اللوز والسمسم، يعني حاجة اختراع بالهنا والشفا.